أهل الحديث. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة السلفية هي الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، وخاصة القرون المفضلة. النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد ألزم الله عز وجل الناس بأن يتبعوا هذا الدين على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة السلفية هي الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه التي أدعو إليها سبيلي، طريقتي، سنتي، قل هذه سبيلي. وسبيله معه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنبه إلى فهم الصحابة، لأنهم طبقوا الكتاب والسنة تطبيقا عمليا، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن الذين اتبعوه؟ هم أصحابه رضي الله عنهم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقيد هنا وقال سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم منبها على أهمية فهم السلف:
وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فالجماعة الذين كانوا في عصره هم أصحابه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه هم الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قيد وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر من خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. هذه سنة الخلفاء الراشدين. نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهم من السلف الصالح، بل هم رؤساء السلف رحمة الله عليهم ورضي عنهم. إذن الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام، هي الحنيفية، هي ملة إبراهيم، هي دين الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لعباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام وهذه السلفية هي اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ليست السلفية حزب من الأحزاب تدعو إلى شخص معين أن يتبع وأن يكون هو القدوة وإن خالف الكتاب والسنة. لا، السلفية هي الإسلام، ولا فرق بين السلفية وبين الإسلام، فهما لفظان لمعنى واحد وهو اتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.